الثورة الصناعية الأولى كانت ستيم باور، يعني قوة البخار. بعدين رحنا للثورة الصناعية الثانية اللي هي الكهرباء. الثورة الصناعية الثالثة اللي هي الكترونيكس وكمبيوتر تكنولوجي. والثورة الصناعية الرابعة فيك تقولنا شو هي؟ هل هي حديد، مي، كهرباء، شو هي؟ الثورة الصناعية الرابعة هي التلاقي والاندماج ما بين كل الاختصاصات. وقت منقول في مدينة ذكية، في مدينة ذكية لأنه في إنترنت وفي اتصالات وفي كهرباء وفي حساس وفي ذكاء اصطناعي وفي متابعة وفي بيج داتا، بيانات كبرى بتقرر شو لازم يصير بإشارة السير أو بالطقس أو بقرار حاكم المدينة إذا لازم يسكر المطار أو عبكرة يفتح المدارس. الاندماج بين الاختصاصات هو عنوان الثورة الصناعية الرابعة.